اوكي بمعنى طيب العذراء زعلان من شريكه وعايزه يصالحوه مستني مصالحة منغمس في ذاته كده عايز يتفق مع شريكه على حاجة عايزين يتفقوا على حاجة والحاجة دي نحو المستقبل إما إن هي مثلا إيه يعني يتفقوا على الارتباط إن هما خلاص يكملوا ارتباطهم أو على طريقة التعامل ما بينهم يعني من هنا ورايح يعملوا قعدة كده من هنا ورايح انت مثلا بليز ما تعملش كده وانا مش هعمل مثلا الطريقه دي بيظبطوا حاجه حاجه نحو المستقبل يعني عايز يتفق مع شريكه على حاجه وحاجه يكملوا بيها للمستقبل انا قاعده في الظلام انا اهو في الظلام يا حبيبتي شايف شريكه ازاي العذراء شايفه شخص غني مش شرط ان هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعه غني غني بمشاعره غني بأخلاقه كده يعني وعينه مليانة وحاجة حلوة جدا كده وكمان وأمان ده that's it أكتر حاجة الأمان شايفه الأمان بالنسبة له بس الطاقة ما بينكم متقلبة طالعة نازلة يوم حلو يوم لأ برتم سريع ما هو ده طبيعي إن العلاقة تبقى فيها يعني تبقى فيها ups and downs اوكي انا خايفه يا جماعه انا خايفه بجد نقصوا التقلب سريع اللي هو لسه مصحين امبارح تاني يوم هوب يروحوا قافشين على بعض فاهمين قصدي متقلبه عامله زي موج البحر الشريك بقى الشريك عايز ايه الشريك بصراحة أنا شايف إن هو مش عارفة كسلان ولا إيه الموضوع عنده هو مش عايز يعمل حاجة أنا هقعد كده منتخ ويعني أنتي ظبطي أي حاجة مش عايز يبذل مجهود ما بيبذلش مجهود ما أنتخ أوكي بس نفسه صفحة جديدة يعني إن أنت تغفر له اللي فات ده كله اللي هو إيه turn the page نقفل الصفحة ونبتديها من الأول بس شكله ما بيعملش حاجات تجاه ده يعني هي مجرد أمنية شايفك ازاي شايفك برضو سعادة شايفك احتفال يحب يحتفل معاك انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال which is طاقة إيجابية جدا وحلوة جدا بس تعالوا نقلبها لو العذراء هو الشريك يعني فاهمين قصدي ايه ان يعني شريك العذراء هي البنت فهي شايفة بيخونها وحاسة بخيانة أفتكر حاسة مش حقيقي يعني هي مجرد إحساس شكوك فاهمين قصدي شكوك إيه اللي بيحصل هنا دلوقتي في حيرة كده قاعدين بتقيموا الموقف زي ما تقولوا انتوا في عملية تقييم قاعدين بقى اتس باك الحمد لله الحمد لله على السلام بتقيموا الموقف مثلا او بترسموا خطه بعدها في انهيار لشيء كبير عشتوا بيه فتره طويله جدا من حياتكم وهيبتدي ينهار اوكي والشيء ده شيء وحش مش شيء كويس انهيار لشيء وحش حاجه كانت غلط في حياتكم ان شاء الله هتنهار وهتبتدي الصوره تتضح الشهر اللي بعده شايفة انه في عطاء اكتر هتدوا لبعض حاجات هيبتدي يمكن شريكك يبتدي يتحرك شوية بعد الانهيار ده بعد الحاجة الصورة دي ما تتضح هيبتدي يهتم اكتر وهيبتدي يبذل طيب اللايف فصل ما انا عارفة بس رجع تاني اهو يا جماعة الحمد لله لعلمك بقى زرام كان عامل جو رومانسي لا لا يا بنتي انا كنت خايفه قوي يا ايمان لا حرام عليكي كنت خايفه فاصل بس رجع الحمد لله خلاص طيب اوكي رجع الحمد لله خلاص تمام بصوا بقى يا جماعه في بقى مفاجاه هنا
نوره خالص انت يعني. معانا بقى يعني مش عارفه اقول ايه، هي حماتي بس هي صاحبتي اخر حاجه. رحبوا معانا بتوتو يا جماعه. توتو هتلاقوا اسمها تي يو يو وتي يو يو، اعسل شخصيه في التاريخ بتتفرج عليا النهارده. منوراني يا توتو حبيبه قلبي. انا حلويت في عيونك انت بس يا عمر، بس يعني هكلمك بعد اللايف اقول لك. تمام. ايه علاقة برج العذراء مع بنت الاسد؟ طيب ده هنشوفه كمان شوية في كارت، نسحب كارت. ولا بتقول لك نورتي يا ست الكل، اهلا وسهلا كمان حماتك ردي. حاضر يا اهلا، انتوا هتتشعلقوا فيها ولا ايه؟ نرحب كلنا يا احلى حما في مصر. انا ما اقدرش اقول عليها حما الصراحة، ما اقدرش. اه يا اميرة مباشر دلوقتي حبيبتي. احمد يقول لك نورتي، انا بقيت مش عارفه الحاجات ليكي ولا ليه. احمد كان تاني بيقول لك منوره يا توتو حبيبه قلبي. توتو من اكتر الناس بصراحه اللي شجعتني كمان على الموضوع ده، وكانت مأمنة بيا الصراحه. حبيبتي يا توتو انت. طب بصوا بقى، يلا من ناحيه شريك كويس، ربنا يخليك ويطول عمرها. امين يا رب، يطول في عمرها ويبارك في عمرها يا رب. دلوقتي هنقرا قراءة المجانية الخاصة اللي كسبت معانا في اللايف النهاردة. بعدها على طول هنبتدي في ايه بقى؟ في السؤال الواحد. تمام؟ يلا بينا. القراية اللي كسبت معانا النهاردة هقول أول اسم بس. ثانية واحدة ورد على ممكن دلوقتي. طيب دي يا رشد بعد ما نخلص، بس خلينا نخلص بس القراية الأول. طيب انت ليه مديني سكرين شوت؟ فين الكونفرسيشن اللي كاتبينها؟ اه سوري يا جماعة، ادوني بس ثانية واحدة هبقى معاكم. نورتي يا توتو، الناس بتسلم عليكي يا توتو. توتو بس بقالها كتير مش بتستعمل فيسبوك، فتلاقيها مش هتعرف تعمل ريبلاي، بس انا متأكدة انها بتسلم عليكم كلكم. طيب البنوتة اللي كسبت فين يا راشد؟ بس اهي. اوكي. سارة 18/8/96. استعدي يا سارة، يلا قريتك حالا. اوكي سارة 18/8 برج الأسد، حلو قوي. هنقرا لها قراءة عاطفية. محمد 17/5 كويس قوي. التور كويس قوي. ماشي تعالوا نشوف سارة وشريكها الأخبار. لو انت بتتواصل معاها يا راشد دلوقتي، لو عندها أي سؤال خلال القراءة قولي. ميرسي أي على الشير، ثانك يو. زعلت منك، عملت كتير شير. بليز ما حدش يزعل من حد، عشان خاطري ما حدش يزعل من حد. كل مرة بنختار بشكل عشوائي والله، الموضوع ما فيهوش أي حركات يعني. طيب إسلام هتلاقيه زي ما هو في التسجيل، يعني هو مسجل بعد ما خلص اللايف هتلاقي الفيديو زي ما هو كامل. معلش ارجع اسمعه تاني لاني مش فاكره. ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. اختنا سارة عايزة ايه؟ سارة يمكن الماديات عندها مش كويسة قوي،
مع الشريك او حتى لوحدها، يعني هي عايزه الحاله الماديه تتطور اكتر او عايزه تحس بامان اكتر. بس الماده دي بترمز لحاجتين، الماده في شكلها المادي الطبيعي اللي هي الفلوس يعني، او الامان، ان هي الامان، فهي بتنقصها دي، اما فلوس او امان. حيرانه في حاجه، تاخدي قرار حاجتين شبه بعض ومحتاره فيهم، واجابه الحيره بتاعتك دي انك تمشي ورا احساسك دي، يعني ما فيهاش، ما تتحسبش. مش مرتاحه مع خطيبها، اوكي. شايفه شريكك ازاي؟ شايفاه في صراع، يعني انت عايشه في صراع، يا اما في ناس كتير حواليكوا وبتتدخل في العلاقه بتاعتكوا، وتش حاجه انا ما بحبهاش خالص يعني، وما فيش حد يحبها. لو هي الموضوع كده وفي زحمه عندك جوه، طلعي ناس ما لهاش لازمه وتبقي انت وهو بس عشان الدنيا تبقى تهدى شويه. اما انتوا علاقتكم فيها عقبات كتير، كل ما تطلعوا من عقبه تخشوا في عقبه جديده، او انه هو نفسه خناقه، يعني انتوا اتخانقوا مع بعض كتير. انا شايفه الطاقه بينكم فيها رضا، يعني اذا انتوا الاثنين حاسين برضا او طرف واحد، بس انا شايفه ان الطاقه مش وحشه، حلوه جدا، رضا فيها سعاده. يعني الشريك عايز ايه؟ لا، الشريك بيتخانق شكله، الشريك افتكر بيحاول يا اما داخل منافسه بينك وبينه، اما ان هو بيحاول يسيطر، اما ان هو من النوع اللي بيدافع عن نفسه لمجرد الدفاع عن النفس، فاهمه قصدي؟ بتاع مشاكل يعني، شكله بتاع مشاكل. بس نفسه ايه؟ نفسه يقدم لك حاجه، يعني على فكره هو في الحقيقه بيحبك، لا بيحبك، ونفسه يبقى الفارس، فارس احلامك، ويجي يقدم لك كل الحاجات اللي انت عايزاها. شايفك ازاي؟ شايفك شايله هموم ومشاكل كتير جدا فوق احتمالك، فوق ما انت ممكن تحتملي. في حاله دلوقتي، معرفش دلوقتي، يمكن انتوا في حاله امل، العلاقه خدت بقى فيها امل اكتر، او العلاقه فيها فرص اكتر، مديها فرصه او هو مديكي فرصه، في فرص. بس بعدين في حاله تقريبا هتندموا ان انتوا اديتوا الفرصه دي، تحسوا بندم، يا ريتني ما اديت الفرصه دي، يا ريتني كنت عملت حاجه تانية. بعدها شايفه موقف صعب، او التدين، او ان انت هتبتدوا تقربوا من ربنا اكتر، او شخص فيكم يعني طرف فيكم هيبتدي يقرب من ربنا. فانا شفت سلسله الاحداث كده، انت عايزه امان اكتر، او عايزه مستوى مادي احسن، محتاره، شايفه طاقه فيها عنف او فيها دوشه او مشاكل كتير، هو بيحاول يكسب ارض، يعني اللي هو بيحاول او بيحاول يسيطر عليكي، بس هو بيحبك جدا ونفسه يقدم لك حاجات، كل الحاجات اللي تتمنيها. شايفك تعبانه وشايله هم كبير، والطاقه ما بينكم طاقه حب، لا طاقه رضا، هي رضا اكتر من حب، بس فيها سعاده، فيها رضا يعني. في فرص هتدوها لبعض الفتره دي، بس واضح ان انتوا هتندموا على الفرصه دي. وبعدين موقف صعب، دي قرايه الشهر. بصي هتقولي لي ده فراق، انا مش شايفه فراق، هي زعله. لو انت شايفه انه الشخص ده مش مناسب ليكي حبيبتي، والدنيا عندك فيها مشاكل من انتوا مخطوبين، لا وقفي الموضوع من دلوقتي، يعني مش هقول لك اكتر من كده، لان لو هي باديه بمشاكل كبيره بالشكل ده بعد الجواز هتكبر اكتر، انا اوعدك. دي كانت القرايه الخاصه كانت معانا النهارده، ويلا باب الاسئله اتفتح زي ما اتفقنا. اسم، عايزه تعرف في سفر، حاضر حاضر يا مير، ومن عينيا اسحب لك كارتي حبيبتي. ثاني بس نشوف لساره اخر حاجه، عايزه تعرف في سفر ولا لا. ميرسي يا راشد انك فكرتني. لا انا مش شايفه سفر، بس شايفه اعتماد على النفس، انك انت لو شخص كان اعتمادي او بتعتمدي على شخص تاني، فهتبتدي تعتمدي على نفسك بس، ودي حاجه كويسه برضه. بس لسه حبيبتي سفر مش باين الشهر ده، نشوف الشهر الجاي. طيب يلا نشوف بقى الاسئله، عايزه اسم حقيقي بليز، وعايزه برج وسؤال. ومعلش اللي مش هقرا الكومنت بتاعه يعيد تاني، كوبي بيست، يكتب السؤال تاني. طيب مجدي بتقولي ممكن كارت، بس يعني ارفع لك كارت اهو.
بس عايزه برجك، مش هقدر ارفع اشد لك كارت من غير ما اعرف برجك. دودي احنا لسه قايلين العذراء حالا، بليز ندي فرصه للابراج التانيه اللي مش برجها النهارده. حاله التجمد اخرتها ايه، كويسه ولا لا؟ بعد التجمد ده في نجاح؟ انا فاكره كان طلع كارت ذا وورلد، اكتمال دائره. لا اخره خير ان شاء الله. ايوه فين الاسئله بقى؟ بسملة 12 9 في ارتباط. حاضر.